أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نحاولوا باش نواصلوا الحديث عن قثم ابن عبد الله أو محمد ابن عبد الله، ونحاولوا تكون هذه الفيديو آخر فيديو عن حياة محمد. علاش؟ على خاطر باش نحكيه من بعد على حاجات أخرى، وباش نتوقفوا وقتها محمد ادعى النبوة. هوني باش نحاول نفسروا بعض حاجات. أريد معناتها نحب نوضح أن حياة محمد قبل ادعاء النبوة ما كانتش مهمة. ولو ترجع للتاريخ الإسلامي تلقى فيها ياسر تناقضات، وكل مؤرخ عنده وجهة نظر. صحيح فما بعض الاتفاقات في بعض الحاجات، ولكن الاختلافات كثيرة. نذكر هوني أقل اختلاف. المصادر التاريخية تقول اللي جده معناتها عبد المطلب كان فقير، يعني كان إنسان معناتها فقير، رغم أنهم يقولوا أن أبوه اللي هو معناتها مفروض يكون هاشم كان جدا غني، وهو اللي سن رحلة الشتاء والصيف. بينما عبد المطلب كان إنسان فقير، وقالك حتى كان مكسور الخاطر، حتى وقت جاب يحفر زمزم ما نجمش، محب حتى واحد يعاونه، هذاك علاش قرر باش يكون عنده 10 أولاد. هنا نتساءل من فين جاب الفلوس باش يعرس بياسر نساء ويجيب 10 أولاد. من بعد نرجعوا نلقاو أن أولاده فقراء. أبا طالب اللي كفل محمد إنسان فقير، وكان معناتها فقير بالكدا بالكدا، يعني معروفة الحكاية. ومحمد بيدو كان إنسان فقير. هذه التناقضات اللي موجودة وهي كثيرة، لو كي ترجع أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل المملة لتوضيح هذه التناقضات، لكن نطلب من الإنسان اللي معناتها يحب يقرأ ويحب يطلع يرجع للمصادر الإسلامية ويشوف. وهنا نتساءل أنا، هل المؤرخين اللي كتبوا التاريخ الإسلامي، فهمت، هل كتبوه لرواحهم وإلا كتبوه باش العباد تقرأه وتفهموا وتعرفوا؟ أنا نتصور أن التاريخ الإسلامي تم كتابته لعباد خاصين، هما علماء الدين، وعلماء الدين هما من بعد يختاروا كل واحد كما يحب هو كما يقول. أنا نتذكر مرة وقت كنت نقرأ في المدرسة الإسلامية، يعني سألت أحد العلماء بتاعي، قلت له معناتها علاش علماء الدين، علاش معناتها موجود علماء الدين؟ يعني قال لي حاجة معناتها صدمتني، قال لي علماء الدين هما المطلوب منهم باش يوصلوا المعلومة اللي تناسب الوقت للناس باش ما يخرجوش من الإسلام. على خاطر عامة الناس لو تطلع على الإسلام من مصادره تو تخرج من الإسلام وتشوف التناقضات هذه وتشوف الحاجات هذه، وأي إنسان عنده جرام من العقل ما يقبلهاش. هذاك علاش أنا ديما نقول السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل. أنتم تعرفوا الإسلام هو استسلام لما جاء به العلماء في الحقيقة اللي هما يفسروه. وهذاك علاش كي نرجعوا للتاريخ الإسلامي اللي معناتها حياة محمد قبل ما يدعي النبوة ما كانتش مهمة. نشوفوا مثلا عبد تولد زادوا لصقوا لها زعما كلمة اللي هي شافت حلم في المنام وشافت حكاية فارغة وانا تولد مطهر وانا تولد ساجد وغيرها وغيرها وغيرها. من بعد 6 سنين عند حليمة تعلم غديكا رعاية الغنم اللي هي صنعته الأصلية، هو أصله راعي غنم، فهمت؟ ونعرف احنا اللي سن الرضاعة عند العرب هي 2 سنين يعني ما أكثرش، بينما هو بقى 6 سنوات أو 5 سنوات حتى كبر وخذته أمه. وتخذته أمه ماتت أمه ولا تقتلوها كما قلنا في الفيديو اللي قبل هذه. من بعد يذكروا لي هو تعدل عند أبا طالب، هو اللي كفل. أبا طالب قالوا لنا إنه خرجوا معاه في تجارة يا أخي، عرضوا وداير راهب بحيرة يا أخي رجعوا. من بعد ما عادش نسمعوا حتى شيء، يعني من 8 سنين ل 25 سنة، يعني قرابة معناتها مش فترة صغيرة، 17 سنة ما نسمعوا حتى شيء على محمد في التاريخ الإسلامي. نعرفوا اللي معناتها في بعض الكتب التاريخية يتكلموا انه كان تاجر، يعني كيما نقولوا احنا توا بايع متجول. كان بايع متجول، هاو يبيع الحاجة هذه، يشري من الحاجة هذه. تعرف معناتها مكة كانت مكان يعني كيما نقولوا احنا
التقاء كل القوافل وكل واحد. هو كان معناتها يقدم خدمات ويبيع هذه ويشري هذه، بائع متجول كما نعرفوه، كما توا اللي يبيعوا في السواق قدام الجامع. هو يجي قدام الكعبة ويحط حاجات يبدا يبيع فيهم كل شيء. وكان يقضي، ونعرف احنا اللي لونتوراج نتاعو الداير نتاعو الكل هما من ما يسمى معناتها بالنصرانيين، فهمت يعني؟ هذه معروفة الحكاية واضحة ان محمد اللي حولوا الكل كانوا من النصرانيين، يعني حتى عبد معناتها عبد المطلب نتصور كان نصراني، اما ابا طالب كان نصراني، ورقة بن نوفل كان نصراني، فهمت؟ وغيرهم كانوا نصرانيين. وهذه النصرانية النسطورية هي نوع من النصرانية النسطورية، هي نوع، هي نجم نقول احنا انشقاق على المسيحية. وهي كي نجي نشوفوا احنا نقراوا القرآن، محمد وقت تكلم على عيسى، يعني تكلم على عيسى، تكلم عليه على حسب وجهة النصرانية النسطورية. لو تقارن وجهة رأي محمد في المسيح على انه معناتها انه امه ماهيش معناتها معناتها هي مجرد انسانه وهو مجرد انسان وكل شيء، واللي معناتها الروح القدس الالهيه هي اللي تبعثت له وتقذفت فيه وكلها، لاحظوا اللي فما تقارب كبير من بين المعتقد نتاع النصرانيه النسطوريه ومن بين نظره محمد للمسيح وامه ومساله الثالوث. هذه معناتها تنجم اي انسان توا يقرا الايات القرانيه هذيك ويمشي يقرا عن النصرانيه النسطوريه توا يلاحظ اللي موجود معناتها تقارب رهيب، باش يوريك اللي معناتها هذه ابسط الحاجات، اللي راي اللي موجود في القران على المسيح هو راي نسطوري، هو راي محمد. ونعرف احنا لونتوغاج نتاعو الكل واللي دايرين به هما من معناتها يقول لك مثلا محمد عمره ما سجد لصنم، طبيعي عمره ما سجد لصنم لانه لم يكن من عباد الاصنام. محمد محمد وابا طالب وعبد المطلب وكلهم ما كانوش من عباد الاصنام، كانوا من النصارى النسطوريين، هذه معروفه، فهمت يعني؟ هذه مساله واضحه وباينه. اذا من 8 ل 25 سنه ما تلقى حد شيء على محمد، ما تلقى حد شيء، سكوت، فهمت؟ غير قضية من الراهب بحيرة، وهي معناتها ظاهرة مفبركة، يعني كيما قضية ولادته مفبركة، وكيما قضية اغتصابه رجعوها أنه نزلوا عليه ملائكة ونحاولوا حاجة كحلة من صدره، يعني هذا الكل تمت تفبركيته بعد باش يظهروا اللي هذا الإنسان اللي ادعى النبوة في الأربعين سنة هو إنسان معناتها تحت رعاية إلهية من ولادته إلى أن حسب قولهم نزل عليه الوحي بالرسالة. باهي، وقتاش يبداو يرجعوا المؤرخين المسلمين باش يحكيوا على محمد؟ في 25 سنة. هنا أنا بالنسبة لي وقع تحول كبير في حياة محمد. يعني 17 سنة وهو بائع متجول، ويقابل في ورقة بن نوفل، فهمت؟ اللي هو مسيحي نسطوري وديما يمشي بحداه ويتعلم منه وكذا، وتعرف معناتها العباد معناتها كيما توا مثلا نقولوا احنا اليهود مع بعضهم والنصارى مع بعضهم والشيعة مع بعضهم والسنة مع بعضهم، يعني ديما كي تبدا خاصة كي تبدا فئة قليلة ديما يبداو يتعاملوا مع بعضهم، فهمت؟ يعني عادي، حتى مثلا أنا مثلا نبدا مثلا على دين معين مثلا ونبدا في بلاد، ديما نفضل انسان يحمل نفس الدين نتاعي والمعتقد نتاعي باش نقدم له خدمه ولا باش نخدمه عندي ولا حاجه، هذايا معناتها مساله طبيعيه وهذه موجوده في الوقت هذاك، فهمت؟ وفي الوقت هذا زاد مسألة موجوده. اذا من بين 8 و 25 سنه ما نعرف حتى شيء. سكوت كامل. من بعد نعرفوا سمعنا معناتها موجود في التاريخ يقول لك اللي محمد حب يعرس. محمد وقت حب يعرس مشى لعمه أبا طالب وطلب منه أنه يعرس بأم هاني. أم هاني هذه بنت، فهمت؟ أبي طالب بنته، يعني تجي بنت عمه. طلب منه باش يعرس بها، لكن أبي طالب رفض الخاطر، فهمت؟ مش باش معناتها هو يزيش معناتها هزوا فوق ظهره، يعني كيف لمحمد كي ولده ويزيد وفقير وما عنده حتى شيء، وابا طالب معروف بالفقر بتاعه،
يزيد هم على هم يا اخي، عرسها لواحد اخر، ورغم اللي من بعد نشوفوا كيفاش وقتها جاء الاسلام طلقها محمد من رجلها وعرس بها، وهي من نساء المؤمنين، ام هاني ترجعوا معناتها هي من امهات المؤمنين يعني، وعرس بها، حتى انها مثلا هي قالت فهمت يعني كنت احبك في الجاهليه فكيف لا احبك في الاسلام، يعني كان فما عندهم علاقه بيناتهم، لكن ابا طالب رفض الزواج هذا على خاطر ما يحبش يزيد هم على هم اللي زايده له محمد. نعرف احنا محمد كان عالي عليه، وقال له ابا طالب قال له راهي خديجه باش تخرج قافله نحو الشام، علاش ما تمشيش تطلب خدمه عندها في عوض تقعد تخدم لي بايع متجول هوني وما تجيب في حد شيء، انت زيجي عال عليا فهمت، وانا عندي ياسر اولاد وحالتي حليله، وانت فهمت تزيد على همي وتحب تعرس بنتي. قالوا بقى نمشي يخدم عند خديجه، هاي خديجه معناتها من جماعتنا نصرانيه نستوريه، امشي هيك اخرج عليها، اخرج معاها في القافله، اخرج في القافله بتاعها واخدم على روحك يا اخي، تحرك شويه عاوني شويه. وبالفعل مشى معناتها باش يخدم عندها، وخديجه يقولوا حتى خديجه معناتها كانت معناتها مهتمه بيه، هذه امراه عمرها 40 سنه كانت معرسه بزوز رجال قبل، يقولوا اللي عندها وليد، ومرة يقولوا لي عندها وليد وبنية اسمه هند ولا فهمت، المهم يقولوا لي عرست مرتين وجابت المصادر، مرة تقول عندها وليد، مرة تقول عندها وليد وبنت، المهم كانوا يعيطوا لها أم هند فهمت، هند ما نعرفوش هل هو امرأة هل هو راجل، مرة يقولوا راجل مرة يقولوا امرأة، التاريخ مذبذب بأقصى طريقة. المهم هذه المرأة النصرانية، النصرانية فهمت معناتها النصرانيين ماهمش مسيح كما قلت لكم، النصرانيين هو مذهب مسيحي ماهوش مسيح، ما عندهم حتى علاقه بالمسيحيه. هذه معناتها قالت لمحمد تخرج في التجاره نتاعي يعني حسب المصادر الاسلاميه ونعطيك اكثر من اللي نعطي للعباد، يعني نعطيك مرتين اكثر. وبالفعل فهمت مشى خرج في التجاره هذه، وهي بعثت معاه واحده من الجواري نتاعها وكل شيء باش تراقبه وكل شيء، وحسب معناتها المصادر الاسلاميه هذه معناتها التاليفات معناتها انه كان الصادق الامين وكذا، وهذه الصادق الامين كما قلت لكم هي تسميه للمسيح فهمت، يعني محمد خذاها، ومحمد اكيد في الفتره هذيك كان انسان فهمت بايع متجول، انسان يعني بسيط عادي ما عنده حتى قيمه فهمت، يعني قالت انا كبيره وكل شيء علاش ما نعرسش به، خاطر محمد فهمت وقتها هي اقترحت عليه الاقتراح هذاك، قال لها معناتها ما هو ما عندوش امكانيات، هو ما ينجمش لا يعرس حتى لا بكر لا معناتها بثيب، ما ينجمش، خاطر تعرف الجاهليه قبل باش يعرس بوحده في عمره كل شيء لازمه فلوس، هو فقير فهمت ما عنده حتى امكانيات باش يعرس، يعني كيما توا واحد مثلا مزمر يمشي يدبر وحده تتا كبيره عليه مطلقه ولا حاجه يمشي يعرس بها هيك تصرف عليه وتعطيه سواقر وتعطيه اموره وكل شيء. محمد جات وهذه معناتها واحدة امرأة كبيرة وكل شيء، والعباد معناتها عندها فلوس وكل شيء وعندها تجارة، قال علاش ليه، هو كان عمره 25 سنة وهي كانت عمرها 40 سنة. لكن هوني نرجعوا نلقاو فهمت معناتها حاجة غريبة موجودة في التاريخ. نعرفوا اللي خديجة عاشت مع محمد قبل أن يدعي النبوة 15 سنة. فهمت يعني هو كان عمره 25 سنة، وعلى حسب الإسلام إنه نزل عليه الوحي في الأربعين، بعضهم يقولوا 45 بعضهم يقولوا 42، شعلينا في المسألة هذيك. ال 15 سنة هوني ما عادش يحكي التاريخ الإسلامي شنو وقع، فهمت ما عادش يحكي حتى شيء، يعني سكوت مرة أخرى، سكت 17 سنة من 8 ل 25 سنة من بعد يحكي على زواج خديجة. وقتاش بدأ يرجع يحكي التاريخ الإسلامي عن محمد؟ وقتها أقبل ما يدعي النبوة. وأنا نتصور في الفترة هذية فهمت نتاع ال 15 سنة اللي عاشها محمد مع خديجة، تم تكوينه وتم إقناعه، وإحنا نعرفوا أن خديجة هي اللي قنعت محمد أنه رسول، وأن اللي يجيه ماهوش شيطان حسبه ما قال يجيه فهمت، وأنه بمساعدة ورقة بن نوفل، والحكايه ظاهره كلها مرتبه ومخدومه فهمت. لكن هوني نلاحظوا زاده معناتها نشوفوا معناتها المؤرخين ايش يقولوا، ان خديجه جابت 6 ابناء
من عند محمد، يعني يظهر امرأة قبل 40 سنة معرسة دوز رجال، يقولوا جابت واحد، يقولوا جابت اثنين، يقولوا ما جابتش. من بعد وقت عرست محمد وهي عمرها 40 سنة، يعني ماهيش صغيرة، جابت ستة. يقولوا أول واحد جابته اسمه القاسم واللي قالوا مات، فهمت؟ فهمت هذا معناتها معروفة، فهمت؟ وكان معناتها محمد يتسمى أبو القاسم، وعبد الله اللي يقولوا مات الملقب بالطاهر أو الطيب. من بعد جابت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، يعني هذوما الكل جابتهم بعد 40 سنة. هنا السؤال اللي نطرحوه، يعني خديجة سواء كان هذا الإنجاب هو الأول أو معناتها من بعد لا جابت من رجالها الآخرين، فهمت؟ يعني كيفاش يعقل في العمر هذاك تجيب ستة؟ هذاك علاش؟ فهمت؟ ونعرف احنا اللي خديجة، فهمت؟ معناتها نعرف كانت معناتها قبل متسمية على ورقة بن نوفل، لكن ما عرفش بها، فهمت؟ فما رواية تقول انها معناتها كانت متزوجة، معناتها متسمية عليه على اساس باش تتزوج بيه ولا حاجة حكاية كيما هكاكا، فهمت؟ وما تزوجش بها، وتزوجها واحد اسمه أبو هالة، فهمت؟ من بعد تزوجها واحد آخر، ويقولوا جابت منه وليد، وفما يقولوا جابت زوز، مش علينا منهم. السؤال اللي نطرحوه هوني، كي نشوفوا فاطمة، فاطمة يقولوا معناتها تولدت معناتها بعد الوحي، يعني بعد 15 16 سنة، يعني خديجة جابت فاطمة وهي عمرها 56 سنة ولا 57 سنة ولا 58 سنة، يعني هل يعقل هذا أن امرأة تجيب في 60 سنة؟ فهمت؟ هذاك علاش فما بعض المصادر التاريخية يقولوا لي هذوك من الأولاد يمكن يكونوا مش ولاد محمد، فهمت؟ خاصة اللي جابتهم، اللي يقولوا أن مثلا جابتهم في بعد معناتها قبل الو... قبل ال... 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 الواحد قبل ادعاء النبوة. المهم يعني هذه المسألة، واحنا نعرف قلت لك محمد كان عالة على أهله، فهمت؟ وكان معناتها صعيب عليه الأمور، أبا طالب عنده أولاد وزد له به هو، فهمت؟ زد له به هو يا أخي قبل هذا الزواج، وتعرفوا قصة زواجه من خديجة، كيفاش خديجة أبوها مقبلش، معناتها ما يقبلش باش يعرس لها بإنسان فقير وأصغر منها وما عنده حتى قيمة، فهمت؟ هذاك علاش مشات تقطاتو الشراب حتى سكرته، بعد لا سكرته عرست، بعد خذت الموافقة نتاعو وقالت بعد لا فاق من السكرة وعرف خز السيف نتاعو، كان معناتها منرفز كيفاش معناتها بنته عرست بإنسان حقير بايع متجول ما عنده حتى قيمة وحتى مستوى في مكة. لكن الأمور معناتها وقعت، ويقولوا حتى معناتها الصداق نتاعو هي اللي عطات الصداق نتاعو، يعني شريته، فهمت؟ هنا معناتها واضحة الحكاية، معناتها شريته، وكانت معناتها عندها أهداف، أكيد خديجة ماهيش صغيرة، فهمت؟ امرأة كبيرة وتعرف شنو تعمل، وتعرف علاش خذاته، وورقة بن نوفل اللي هي هو معناتها إنسان معناتها يقرب لها وكل شيء، شارك وكان قريب من محمد، شارك في تكوين محمد. أنا نتصور من وقت زواج محمد من خديجة بدأ التحذير لنبوة محمد، ده التحذير ليه. محمد ده معناتها يمشي في هذاك الطريق حتى لين وصل في قرابة قولوا 35 ولا 36 ولا 38، بدأ يفكر باش يصنع دين جديد. أنا وقت نقول أنه كان لديني، لديني شنو معناها لديني؟ مش يعني معناتها عنده مبادئ وحاجه، لا لا مش بس هذيك، خاطر واحد نجم يكون لديني معناتها بمعتقد. محمد كانت عنده مطامع، مطامع كبيره، هو انسان يتزوج بوحده اكبر منه، ظاهر انسان طماع من الاول، فهمت؟ انسان فقير طاح على ثروه، اذا وقت طاح الثروه هذه قال معناتها وشجعوه اللي حوله، علاش ما نستعملش الثروة هذه من أجل أن أخلق دين جديد، يعني عبارة على مشروع. وهو قالها راه من بعد، قال انتصر الإسلام بمال خديجة وسيف علي، يعني هذه واضحة. المهم
محمد استغل مال خديجة وبدأ في الدعوة بتاعه بموافقة طبعا خديجة، يعني اقنعها فهمت. ونعرف لي الفترة هذه اللي عاشها معاها ما تزوجش على خاطر كان نصراني فهمت، كان نصراني ولكن معتقد النصرانية، ومن بعد ما عادش يمكن يقتنع بها وفكر باش يوجد ما يسمى مشروع دين جديد فهمت في الجزيرة العربية يكون خاص بالعرب. ومن هنا بدا العمل نتاعو بمساعدة خديجة وبمساعدة ورقة بن نوفل وبمساعدة أبا طالب. أبا طالب مش يعاون فيها هكاك، راه أبا طالب ماهوش يعاون فيها هكاك، ما فماش هذا يعاونه هكاك، مش خاطر يحبه، كان جاي يحبه راه عرس له بنته أم هاني، علاش ما عرسلوش بها؟ يعني باش يوريك اللي مسألة مصالح. محمد وقت بدا بالدعوة بتاعه وبدا يصرف من مال خديجة، يصرف من مال خديجة، يصرف من مال خديجة، وفهم السيستام اللي معناتها بالفلوس ينجم يعمل ياسر حاجات، وبدا ينقص مال خديجه. وقت بدا ينقص مال خديجه حتى لين وقع الحصار تاع الحصار في مكه تعرفوه اللي انتهى، معناتها خديجه وفات فلوسها الكل، هو صرف في الفلوس الكل، شرى عباد وطمع عباد وعمل لعباد. وقت شاف اللي الامور بدات تقل ما عادش عنده معناتها باش يصرف هنا، وخاصة بعد موت خديجة وبعد موت أبا طالب اللي كان يحمي فيه، قرر باش يفصح باش يهرب فهمت. يعني المشروع نتاعو عمل مشروع، خسر الفلوس الكل، ما عادش عنده حتى فرنك، كسب بعض الناس حوله، اش باش يعمل اش باش يعمل اش باش يعمل، قال نفصح نهرب. وبالفعل هرب الجماعة نتاعو، من بعد هرب هو للمدينة عند شكون؟ عند أخواله. هرب عند أخواله، ونعرفوا عن القصة نتاع أخواله ما نذكرناها. هرب عند أخواله فهمت، عند الأوس والخزرج، وعمل معهم اتفاقية وحضر ذاك الشيء كله، حضره من قبل فهمت في مكة، وما يسمى معناتها البيعة تحت الشجرة أو غيرها. ومشى للمدينة، وغاديك محمد أسس أول عصابة مسلحة في التاريخ. الفضل الوحيد والحاجة الوحيدة اللي نعترف أنا كملحد وكلاديني أن محمد كان أول من أسس للمافيا، هو أول إنسان أسس الفكر معناتها العصابات، ويسمى نقولوا علي بابا والأربعين سارق. إذا محمد هو أول من أسس نظام المافيا، ومن هناك من المدينة بدأ يغور ويهجم على القافلات اللي تمشي للشام ويسرقها ويستولى عليها ويقسمها هو وأصحابه. من بعد بدأ يطور وأسس ما يسمى بالدين النازي العنصري الذي هو الإسلام، الذي يقوم على الاغتصاب وعلى السرقة وعلى الخضوع وعلى الاستسلام. يعني تجي تشوف الإسلام هو استسلام، رئيس عصابة وجماعة يتبعه، كما تجد عند الشيعة مجتهد ومقلد، ولا تجد عند السنة نفس الشيء، هذاك العالم الفلاني أو الإمام الفلاني والجماعة تبعه. إذا ما كي نشوفوا مع المسلمين مع الأسف ما يقراوش تاريخهم وما يعرفوش تاريخهم. لو يقرأوا تاريخهم تو يفهموا أن هذا الإسلام هو عبارة على عادات وتقاليد عربية جابها محمد فهمت، جاب معناتها بعضهم. محمد في الأول كان رئيس عصابة للسطو وللسرقة، ثم بشوية بشوية بعد 100 سنة ولا بعد فترة معينة بعد لمات هو بدأت يتكون ما يسمى بالإسلام اللي نعرفه نحن تو. المهم هاكا فهمنا توا القصة نتاع هذا حياة قثم بن عبد الله أو ابن عبد الله ولا محمد بن عبد الله، المهم مش مهم، عرفناها. ونختم هذه الفيديو، ومرة جاية باش نبدأ موضوع آخر، الحقيقة مازلت ما نعرفش شنو باش نبدأ الموضوع، أما عندي فكرة بصفة عامة ما نحبش نذكرها، مع فيديو قادم الجمعة الجاي، وبالسلامة.